تتويجا لنجاح موسم أعياد البحرين الذي انطلق مطلع شهر ديسمبر، نظمت بعض الشركات الراعية لفعاليات هذا الموسم عدة عروض للألعاب النارية في مناطق متفرقة من المملكة احتفاء بنجاح الموسم، وذلك مع اختتام فعالياته مساء يوم أمس. وتم تجهيز عدد من المناطق لاستقبال المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين الكرام الراغبين بمشاهدة عروض الألعاب النارية المبهرة التي شهدت إشرافا وترتيبا من الشركات الداعمة من القطاع الخاص. فقد نظم بنك البحرين والكويت منطقة على شاطئ كرباباد بالقرب من قلعة البحرين لمشاهدة الألعاب النارية. أما مهرجان فيستيفال سيتي فقد خصص منطقة في ووتر جاردن سيتي، فيما نظمت مجموعة جي اف اتش المالية منطقة مخصصة لمشاهدة الألعاب النارية في البحرين هاربر. وعلى صعيد متصل خصصت شركة باتلكو منطقة لمشاهدة الألعاب النارية لهذا العام في كل من خليج البحرين ومنطقتي لبسيتين والساية، فيما وفرت شركة بابكو إنرجيز مناطق مخصصة أيضا لمشاهدة الألعاب النارية التي تحتفي بنجاح وانتهاء موسم أعياد البحرين في الكورنيش ومشروع سعادة. أما شركة مراسي البحرين فقد خصصت شاطئ مراسي بالكامل لمشاهدة الألعاب النارية والاستمتاع بها.